من جوه فيها سكور فايبر بطه ديشو ومن بره كفرنج عباره عن بروفيتي دي ميكانيا. فالسكويما بتلزم اللي هو الكاستم في السكان والزرفايت كومنت ايبيثيليم بيبقى فيها تيكنينج اوف ذا ميدل لاير اللي بنسميه اكام دوز وزياده في طبقه الكيراتين اللي بنسميها هايبر كيراتوز وفيرال انكلوجن في الخلايا اسمها بوليسايدوز. مين الفيروس اللي بيعمل انكلوجن؟ الهيوما بابيلوما فيروس. عشان كده مشكله السكويما بتلزم اللي هو انها بتساعد الفيروس انفكتد والترانزيشن سيل اللي هو مشكلتها ايه؟ كومبليكيشن بتاع بابيلوما ممكن تعمل بليدنج وممكن تعمل مالكنا تراست فورميشن. الضغط بابيلوما دي نوعها ايه؟ الضغط بابيلوما كلها من اصل بابيلوما بتيجي فين؟ في النبل في الضغط اوف ذا بريست نبل وبتيجي فيها ضغط اوف ذا ايه وذا بانكريس. ادي كلمه ادينوما يعني ادينوما يعني ادينوما يعني جراي تيومر اه لان او سكريتري ابيثيليا. شكل الادينوما بالجروس بيكشر بيبقى ايه؟ حسب مكانها. قول لي الادينوما اللي موجوده في سوليد اورجنز زي موجوده في الليفر مثلا شكلها ايه؟ او في جلاند بقى راوند كويس فاين كابسولين. طب لو في ادينوما موجوده في منطقه فيها سيرفيس ابيثيليم تبقى جولي بوي. خلاص زي مين الادينوما اللي بتحصل في اماكن فيها سيرفيس ابيثيليم؟ بيحصل في الجي اي تي والاسبيرت. انواع الادينوما تحت الميكروسكوب كام نوع؟ نوعين ولا ثلاثه؟ خمس انواع اللي هم مين؟ سمبل ادينوما شويه جلاند جنب بعض شبه بعض ما بينهم فايبر وات كاتيشن. خلاص فايبر ادينوما يبقى فايبر ستيشن للستروما كتير بيحصل فين الفايبر ادينوما؟ في البريس. طب ادينوما وبنفخ كانت اسمها سكريشن يبقى اسمها ادينوما. طب ادينوما مش قادره تعمل جلاند لكن عملت سوليد شيت يبقى اسمها سوليد ادينوما. والادينوما اللي عامله بولس في الجي اي تي فيها الجلد اسمها ادينوميتس بولس. طبعا كلمه لايبوما يعني موس مصر اللايفوما خلصوا يلا اوقع اللي جوه السيرشو. اشهر مكان اللايفوما فين؟ اشهر مكان اللايفوما صعب في فين؟ طب وكلمه رابدو مايوما يعني؟ اسمها تيومر في سيرشو مصر. اشهر مكان للرابدو مايوما فين؟ الهارت. طب وكلمه ميكزوما يعني؟ بناين تيومر في ميكزوما تيشو. اشهر مكان للميكزوما فين؟ الهارت برضه. فين في الهارت؟ ايه ده؟ السيرشو بتطلع من الريمنت في ميكزوما تيشو. طب وكلمه ليو مايوما يعني؟ بناين تيومر في موز مصر. اشهر مكان لليو مايوما فين؟ اليوترس. ليها اماكن في اليوترس؟ ايوه اللي هو اسمها ايه؟ اللي هو طب ميوبس واللي في النص؟ ولا بره؟ طب سيرس. والكومبليكيشن بتعتمد على السايد وعلى السايد. طيب في عندنا يا اولاد ورا شويه اوراق حميده كده نتكلم عليهم بسرعه وبعدين نخش الملكمه. عندنا اوراق اسمها اوستيوما. اوستيوما نطبق نفس الكلام نفس القاعده. سيب الورق اللي في ايدك وركز معايا. هم ثلاث اسماء هنخلص فيهم قصه. موضوع خفيف جدا معموله في كتاب بس جدول عشان تبقى منظر يعني لو جات لك في الامتحان حاجه شغل كده يعني انما في موضوع تعرف هم كلمتين. كلمه اوستيوما مبدئيا معناها يا اولاد كلمه اوستيوما يعني بناين تيومر اوف بول وورق حميد بيعمل عصب. عندنا الاوستيوما تنقسم الى ثلاث انواع. النوع رقم واحد نوع بيعمل عظم بجد عظم عظم بيسموها كومباكت اوستيوما. بيسموها ايه؟ كومباكت. يعني ايه كومباكت؟ كومباكت بون يعني لما يلد بون طبقات عظم مضغوطه يعني عظم ناشفه عظم قويه عظم بيضاء. ما ايه كومباكت اوستيوما؟ وفي نوع من انواع الاوستيوما بيسموها اوستيويد. قول لي يعني ايه بجد؟ يعني عظم بجد ولا اي كلام؟ عظم اي كلام يعني شبه العظم بدايات العظم اكيد لا هتبقى بيضة ولا هتبقى ناشفه. خلاص؟ وفي نوع من انواع الاوستيوما شفناها في العملي مش بتعمل بول بس ده بتعمل حته بول معاها كارتج فبيسموها اوستيو اوستيو ايه؟ كومبروما. يبقى انا عندي الاوستيوما كام نوع؟ ثلاث انواع اللي بتعمل عظمه قويه صلبه بجد كومبات اوستيوما عظمه طريه اوستيود اوستيوما عظمه مع كارتلج اوستيو كونتروم. ايه الفرق ما بينهم في المكان والبروس والمايكروسكوب؟ اللي بتعمل عظم قوي ناشف اللي هي الكومبات اوستيوما اشهر مكان ليها بتيجي في السكال بتيجي في السكال. طب لو حضرت السكال مشكلتها ايه؟ مشكلتها من بره ولا لو طلعت من جواها؟ في الاب اوتر تيبل ولا في الانر تيبل؟
مش ده اللي من جوه، لان اللي من جوه بتعمل ايه في الصدر؟ بتعمل كومبريشن على البرين. فكل خطورتها انها بتعمل كومبريشن وطالعه من جوه. طالعه من بره دي فورم دي بتتشال بتتنزل وطالعه بشكل وحش، حاجه كده راسه طالع منها ايه؟ كوره. الكوره ديت ناشفه ولونها ابيض. مواصفات الكومبكت اوسيوما زي العظم بالظبط، العظم اللي هي ولاده. قلنا كومبكت عظم بجد ولا اي كلام؟ عظمه بجد. وطالما عظمه بجد يبقى لونها لون العظم ايه؟ وايت. ليه العظم لونه ابيض؟ عشان دي كالسيوم، طالما ابيض ودي كالسيوم يبقى الكونسيستنس بتاع العظمه. يبقى الكومبكت اوسيوما عظم بجد، حاجه مدوره ناشفه وبيضاء. عظمه فعلا. فين في الاستاذ؟ يا من بره يا من جوه. طب لو خدت عينه وبصيت تحت الميكروسكوب عايز اتاكد ما جاتش كالسيفيكيشن مثلا، جت حاجه كده وعامله كالسيفيكيشن. لا مش كالسيفيكيشن، لا عظم فعلا. والعظم لاميليتد بون، العظم ايه؟ لاميليتد بون تحت الميكروسكوب. يعني ايه لاميليتد؟ لاميل يعني ايه؟ طبقه. خلاص؟ يبقى ده اول نوع من انواع الاوستيوما اللي اسمه كومباكت اوستيوما. يبقى الكومباكت اوستيوما فيه اثنين. دي كانت سكال عظم الجد ولا ايه كلام؟ عظم الجد، وطالما عظم الجد يبقى اللون وايت، والكونسيستنسي خالص. تحت الميكروسكوب عباره عن لاميليتد بون. ايه مشكله الكومباكت اوستيوما؟ مشكلتها انها اوستيوما ولا مشكلتها مكانها؟ مكانها، مكانها فين؟ السكال، مشكلتها انها تعمل كومبرش. خلاص؟ النوع رقم اثنين اسمه اوستيوما. اوستيوما يعني عظم الجد؟ لا مش عظم الجد، عظم اي كلام. يعني ايه عظم اي كلام؟ بدايات العظم. هي بدايات العظم عباره عن ايه يا ولاد؟ بدايات العظم تحت الميكروسكوب، العظم اول ما بدا، فاكرين الهيلينج كومبون فراكشر؟ فاكرينه؟ فاكرينه يعني؟ طب العظم اول ما بدا كان ايه؟ اللي هو ايه يعني؟ كان ايه يا ولاد؟ ايه هو الاوبن بون يعني كان ايه؟ كان ايه اصلا؟ يعني كان كل شيء، كان بدايته ايه؟ كل شيء، وكان قبليه كريشن ديش قبليه بلاد فيسل وشويه خلايا عظم، مش دي البدايات؟ يبقى العظم في بدايات اللي هو الاوستيويد كان عباره تحت الميكروسكوب عن كولاجين فايبر. وايه كمان؟ وبلاد فيسل. لا كولاجين فايبر وبلاد فيسل ده يبقى اسمه كريشن ديش، ما يبقاش بون. انت قول عليه اوستيويد لو لقيت فيه خلايا عظم، مين خلايا العظم؟ واوستيو بلاد او الاوستيو سايد اهي. يبقى انا عندي اوستيو سايد او اوستيو بلاد وعندي بلاد فيسل وعندي كولاجين. ده عظمه بجد؟ لا ناقصه ايه؟ كالسيفيكيشن. يعني ده طري ولا قوي؟ ضعيف. ولونه ايه؟ لونه ابيض؟ لا هو بشر ولا لونه احمر. طب ولما ينزل يبقى لونه ايه بعد فتره؟ عارف دي تتكسر وتدي لون بني. عشان كده الاوستيويد اوستيوما بيبقى لونها ريد او براون. ايه تفسيرك ان الاوستيويد اوستيوما لونها ريد او براون؟ يبقى حاجه فعلا ضعيفه لونها ريد او براون لانها ضعيف اصلا. ما تبقاش كالسيفيكيشن لسه، ده اوستيويد ده بدايه عظم. ويبدا العظم الطبيعي يحضرها بالسكليروتيك بون، يعمل حواليها عظم بجد. بس الورم نفسه هو النيدس، النيدس يعني النيوكليس اللي جوه دي. النيدس دي لونها ابيض ولا لونها احمر؟ احمر او بني، لان مكوناتها ايه تحت الميكروسكوب؟ بلاد فيسل وكولاجين واوستيوبلاست. دي بدايات عظم. ودي برايم. ودي براون. بس الجسم بيعمل حواليها سكليروتيك. بتطلع فين؟ بتطلع في الصوابع، بتطلع في الشورت بون، موصل في الشورت بون. ايه مشكلتها؟ مشكلتها انها بين فل، بتعمل الم. طب بتعمل الم ليه؟ لان المواد اللي موجوده الاوستيوسايتس اللي موجوده هنا بتطلع مواد، المواد اللي فيها ديت مؤلمه. زي مين المواد اللي بتعمل الم؟ اللي بتطلع في الانفلاميشن، زي ماده اسمها البروستا، نازل زي ماده اسمها البرادي. فاهمين؟ هي بين فل لان لها من الاوستيوسايتس بسبب المال، مش عارفين ايه؟ بتطلع بروستا نازل زي الفريق. تعمل فين دي؟ يبقى قولوا لي تاني اوستيويد اوستيوما اللي هي عظمه بجد ولا اي كلام؟ اي كلام. تطلع فين؟ شورت بون. امال مين اللي بيطلع في السكاي؟ كومباكت اوستيوما. الاوستيويد اوستيوما تحت الميكروسكوب عباره عن ايه؟ لاميليتد بون؟ لا بدايات عظم. ايه بدايات العظم؟ كولاجين شويه بلاد فيسل شويه خلايا عظم اللي هي اوستيو لا. عشان كده لونها بالعين ابيض. امال ايه؟ ريد او براون. ها؟ مشكلتها ايه طيب؟ ده علامة ايه؟ بينفول. ليه بينفول؟ لأنها في ديفرنت بروستاتا. النوع الأخير اسمه الأوستيوكوندروما. أوستيوكوندروما بيعمل تيومر واحد ولا اثنين؟ بيعمل جون. شفناها في العمل دي؟ بيعمل جون وبيعمل كفش. طيب مبدئيا المكان المشهور الأوستيوكوندروما بتيجي في الإبيفيزيز أوف لونج بون. يعني إيه الإبيفيزيز؟ الإند أوف لونج بون اللي هي الحتة أصلا المفروض يبقى فيها كفش. وتقوم تدينا ماس بيقول لك شبه مشروم شيء. يعني ايه مشروم شيء؟
مشروم اهو. المشروم شيب ديماس مكونه من جنبس ولا بون وقفش؟ بون وقفش. ليها كاف كاف طائيه وليها فور من جوه. الكاف عباره عن كارتج والكور عباره عن بون. يبقى قلنا المكان المميز لاس الكوندروما بتيجي فين؟ ميتاستيز ولا اليبسيس؟ اليبسيس فصل العظمه اللي هي اصلا فيها كارتج. الشكل المميز لاس الكوندروما مشروم شيب. الجروس بيكشر بتاعتها مكونه من جزئين اللي هو اسمه ايه وايه؟ كاف فوق كاف كاف طائيه خلاص؟ وتحت كور. الكاف عباره عن ايه؟ بون ولا كارتج؟ كارتج. والكور والكور عباره عن بون. يقول لك طب نوع البون ايه؟ انتوا فاكرينها شفتوها الشريحه دي؟ فاكرينها؟ كان البون كومباكت بون ولا كانسلس بون؟ يعني ايه كانسلس بون؟ يعني ايه كانسلس؟ فراغات فيها ايه؟ فراغات فيها هوا؟ كانسلس بون يعني عندنا بون وان بتوين البون في عندنا بون مر صح؟ وفيها بون مر. عشان كده زمان كانوا بيسموا النوع ده كانسلس اوستيو، بس هو الاسم الجديد دلوقتي اوست كوندروم. مشكلتها ان مكانها بيعمل الم مع الاحتكاك وممكن في بعض الحالات قليله تقل سليمه. تعالوا نلخص ثاني انواع الاوستيوما. كلمه اوستيوما اللي هي اوستيوما يعني بمعنى اوستيوما اه ده بون. الاوستيوما كام نوع؟ ثلاث انواع. هسالكم عن انواع تقول لي دي مين؟ مين اللي بتطلع في الشورت بون؟ الاوستايت. مين اللي تحت الميكروسكوب؟ كل شنوبات بيصل واوستيوبات. مين اللي بتعمل تين؟ اوستايت. مين اللي بتطلع في الشجر وبتبقى ناشفه ولونها ابيض؟ كومبا. مين اللي فيها كارت شوفون؟ اوستيو كومبو. خلاص؟ ده موضوع الاوستيو. سمعت يا اولاد عن حاجه اسمها الوحمه؟ سمعتوا عن الوحمات؟ ايه معلوماتكم عن الوحمات؟ الوحمه اللي هي ايه بقى؟ يعني هو الليشن ده بيطلع فين؟ الوحمه ده مره بيجي فين؟ الجامد. بص يا كده. طيب ليه سموها وحمه؟ سمعتوا عن الوحم؟ الوحم عارفين الوحم؟ بيحصل مين وحم؟ مين ولا سمين؟ سمين. امتى بيحصل الوحم ده؟ اثناء البريجنس. في فعلا وحم؟ يعني تصدق الحوار بتاعك ضحام؟ ضحام يا دي؟ ايه ضحام يعني؟ اه بالظبط. طبعا يعني ما نفسها في اكل معين. اكله معينه كده ضربت في دماغك قفلت معاك لازم تاكلها. في وحم فعلا علميا او في وحم في فايكه بتحصل مع الحمل. سببها ايه؟ سببها ان في يمين اثناء الحمل بيحصل لها نقص في بعض النيوتريشن. الطفل بيتكون واحتياجات زياده. صح؟ فالنقص ده بتحسه على شكل وحم. يعني في يمين لو عندها مثلا نقص كالسيوم توحم على ايه؟ على لبن، على بيض، على جبنه، على زبادي. طب في مين عندها نقص املاح؟ توحم على ايه؟ على مخلل، على زيتون، على رنجه، كويس؟ في مين عندها نقص بروتين؟ لحمه، بيتزا، بطه. انما في مين بتتوحم على اكلات غريبه، يقول لك انا بتوحم على بيتزا. وهم ولا استهبال. طيب الجيميل طلعوا اشاعه زمان والميل لهم طيبين جدا كلمه البراءه تتوه. الاشاعه دي كانت بتقول انها لو اتوحمت على اكل معين والميل ما جابوش هيطلع في عيال وراحوا مطلعين قصه الوحم. يقول لك يعني الجيميل اتوحمت على فراوله ما كلتهاش هتطلع فراوله في وشه اول ما يتولد في انتباه. طلعت كتلة حمراء كبيرة ضخمة توحم على تفاح. طلعت حاجة لونها بني عريضة توحم على تنبيه. بدأوا يعرفوا ايه الكلام كويس والرجالة يتكلموا وسموها فعلا الوحمة. علميا الطب دمر هذه الإشاعة وقال لك ان الهيمنجيوما الهيمنجيوما اسقطنا الإشاعة دي خلاص يا ولاد اوعوا تصدقوا كلام صحابي يوم بيقولوه ده. الهيمنجيوما هي فعلا في الهيمنجيوما بتطلع فيرست بيرد الوان معينه بتطلع في الاطفال. تطلع حمراء، تطلع زرقاء، تطلع بني، تطلع عاليه، تطلع منخفضه، يطلع ليها اشكال معينه. طبعا الاشكال دي ما بتبقاش اشكال ليها علاقه بالاكل، بتبقى معظمها تهيؤات يعني. خلاص؟ الهيمنجيوما في الاصل تيوم بس تيومر
بنت باب يومر ايه؟ بنت باب وليس له اي علاقة بالوحي. اتوحمت ما اتوحمتش حصل، كانت ما كانتش حصلت برضه في استعداد وراثي معين هو اللي بيطلع المنجومة او الوحمة. طب يقول لك طب طالما هي منجومة، نيمانجو يعني ايه يا ولاد؟ نيمانجو نيمانجو انجو يعني بس الوهي يعني دم، يعني المفروض ان الورم بيعمل اوعية لما وين؟ في الجلد او الاورجن. طبعا الانسان عندنا عند العيال فين؟ ايه في الجلد؟ يقول لك طالما انتوا شاطرين كده تنضفوا وتقولوا انها مالهاش علاقه بالوحم، طب ليه بيبقى لونها بني؟ سردينه دي ولا مش سردينه؟ شوكولاته ولا مش شوكولاته؟ ليه لونها بني؟ ايه علاقه اللون البني بالليمانجيوما؟ ليها تفسير يعني؟ اه طبعا العظم فيه ممكن لو كسرت تدينا اللون البني. يقول لك طب ليه ممكن يبقى لونها ازرق؟ ليه الليمانجيوما تطلع زرقاء؟ ليها تفسير؟ في اكل غيرها اصلا؟ يبقى السبب ايه؟ نوع البلاد. يعني ممكن الليمانجيوما يبقى بلاد ليسلي كوميونيكيتنج مع فينس بلاد. لونها احمر امتى؟ لو كوميونيكيتنج مع كابيلاريز او ارتيريال بلاد. يعني الالوان كلها اللي بنشوفها في الوحامات هي الوان ايه؟ بلاد، دم جوه اوعيه دمويه. خلاص؟ يبقى الليمانجيوما بلاين تيومر اوف بلاد او بطر ديوم. يعني من ساعتها لونها ازرق يعني مش زي الصفحتين او السمك. لا 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 لا، هي بيتولد بيها بلون ثابت. بيتولد بيها بلون ثابت، ممكن تبقى مولود فيها بلاد فيسز مفتحه وعلى طول ارضيه فيها تكسر. مولود والبلاد فيسز اللي جواها مكوناتها كوميونيكيتنج مع بنيون صغيره فعلى طول الدم ازرق. او كوميونيكيتنج مع كابيلاريز او غطيون على طول الدم احمر، هي ليها لونها ثابت على طول. بس خلي بالك ان الانجيوما دي غير الحسن. والحسن لونها ايه برضه؟ بني. الانجيوما دي فاسكولار. بلاد 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 فيز. طيب انا يهمني في الهيمانجيوما ثلاث حاجات. رقم واحد ده اولا فهمته الاول ليها علاقه بالرحم ما شاء الله. ده تيومر سنس ايه؟ سنس بس. السايت اشهر اماكن الهيمانجيوما الرحمه دي تظهر فين؟ اشهر مكان ليها فين؟ اورجنز ولا سكن؟ يبقى اشهر مكان للهيمانجيوما تيجي في الجلد في السكن. بس ده ما يمنعش الهيمانجيوما تيجي في اماكن ثانيه. ليه؟ لان اي اماكن في الجسم بقى فيها بلاد بس. يعني ممكن تيجي فين؟ تيجي في الاورجن، ممكن تيجي في البول، ممكن تيجي في البريفيريا، في اي مكان. من اشهر الليمانجيومز واخطرها الليمانجيوما اوف ذا ليفر. هو الليفر باسكولر؟ طبعا فايري باسكولر، مليان بيسول مليان بلاد. فممكن يطلع وحمات جوه الكبد. ما بنخافش قوي من بتاعه السكن، بنخاف قوي من بتاعه الليفر. ان بتاعه الليفر هيبقى فيه اعراض هتظهر قدام مش قدام. انما الضابلي اكسيدنتال ممكن يحصل تروما للليفر ويحصل لها دمج. ولو فرقعت هتنزل كميات دم اكسترنال ولا انترنال، يعني ظاهر ولا نادر، فيعمل مشاكل كبيره. فاحنا الهيمانجيوما ممكن تحصل في السكن او ممكن تحصل في الاورجن. عايز تقول لي في الجروس فيتشر الوان الهيمانجيوما ايه؟ الهيمانجيوما الوانها ايه يا ولاد؟ انا قلت الالوان اهي، ممكن يبقى لونها بلاك، وممكن يبقى لونها براون، وممكن يبقى لونها بلو على حسب نوعيه الكانسر. خلاص؟ طيب الهيمانجيوما تحت الميكروسكوب اسمها هيمانجيوما، هيمانج هيم بلاد انجيو بيتل. يبقى تحت الميكروسكوب بتعمل ايه؟ بلاد بيتل او فاسكولار سيل. يبقى بتبدا تعمل تحت الميكروسكوب الورم اللي اسمه الوحمه ده اوعيه دمويه فاسكولار سيل جواها ايه؟ فاضيه ولا مليانه؟ مليان جواها ارجوتي. خلاص؟ يبقى الاقي فاسكولار سيل containing RBCs. طب لو في space containing RBCs اللاين ساوند ايه؟ اي فاسكولار سبيس في الدنيا يبقى اللاين بتاعه لاين ديفايس اندوثيليا، يبقى واحد فاسكولار سبيس جواها RBCs اللاينينج اندوثيليا. طب ما بين كل سبيس والتاني السبيس دي طايره في الهواء ولا في بينهم استروما؟ سيباريتد فايبر استروما. يقوم يقول لك ان الهيمانجيوما على حسب حجم السبيس، على حسب ايه؟ حجم السبيس هنقسمها لمين؟ ممكن الهيمانجيوما تعمل كافيتيز كبيره، فيسز كبيره قوي ضخمه جدا، وممكن تعمل كابيلاريز صغيره جدا. انتوا شفتوا مين معايا؟ شفتوا الاثنين. اللي فيها كافيتيز كبيره نسميها كافيرنا، واللي فيها كابيلاريز صغيره نسميها كافيرنا. خلاص؟ ده بالنسبه للهيمانجيوما. مشكلتها انها بتعمل دي. قولوا لي تاني كلمه هيمانجيوما يعني ايه؟ Denying tumor of blood vessels. ايه اماكن الهيمانجيوما يا اولاد ممكن تحصل فين؟ تحصل في السكن ولا في الاورجن؟ في الاثنين. واشهر اورجن الليفر الوايري باسكولار. الوان الهيمانجيوما
red was brown was blue. الهيمنجيوما تحت الميكروسكوب بتكون vascular spaces. فاضي ولا مليانه؟ مليانه جواها ار بي سي والله اندوثيليوم وما بينهم فايبر ستروم. ايه انواع الهيمنجيوما؟ كابيلاري وكابيلاري. طيب في عندنا ورم شبه الهيمنجيوما بالظبط، ولكن احنا قلنا اولاد الهيمنجيوما اللي فيه جواها ايه؟ ار بي سي. ممكن يطلع ورم في الاطفال سنس بيرس برضه بيتولدوا بيه ورم بس بسبب عيوب تلقائيه، بس السبيسز اللي بتتكون الباسكو سبيس مش جواها ار بي سي، امال جواها ايه؟ لمف. نقوم نسميها هيمنجيوما ولا ليمفانجيوما؟ ليمفانجيوما. يبقى عندي ورم تاني شبيه بالليمنجيوما اسمه ليمفانجيوما. طيب اماكن الليمفانجيوما في الجسم في الاماكن اللي فيها ليمف فيسل، يعني ممكن الليمفانجيوما تيجي في السكن؟ اه. اورجان؟ اه برضه، بس الاشهر اورجان مش الليمف، هما مين؟ السبلين. اشمعنى السبلين؟ يعني لو طلع الليمفانجيوما اللي في الاورجان تبقى سبلين، هيمنجيوما في الاورجان تبقى ليفر. مرتبطه بتركيب الاورجان؟ اه. واصلين اصلا لكل اورجان صح؟ يبقى الليمفانجيوما في السكن او ممكن تحصل في السبلين. اللي بتحصل في السكن عندي ثلاثه مشهورين قوي، ركزوا معايا في العين الصغنطه في الامور اللي انا هكلمه دلوقتي. احنا قلنا ان الهيمنجيوما والليمفانجيوما بيطلعوا احنا كبار ولا سيف بيرس، ليها مصطلح كده هنقوله في اخر الشابتر، حاجه كده اسمها مرتومه او رام تطلع فين دلوقتي. بص يا ولاد انا بتكلم على اهم موضوع دلوقتي، هيمنجيوما ولا ليمفانجيوما؟ قلنا الهيمنجيوما بتحصل فين؟ في السكن والاورجن. ومين اشهر اورجن؟ سبلين. امال هناك الهيمنجيوما مين اشهر اورجن؟ طيب في السكن عندي ثلاث اماكن مشهوره. رقم واحد تلاقي الطفل اللي لسه مولود، لسه مولود، لسه بيبي صغير، طالع بشفايف منفوخه. طالع بايه؟ شفايف منفوخه، ما عملش نفسه يا لازم منفوخه جاهزه. اسمها ايه؟ بيسموها ماكرو. يعني ايه ماكرو يا ولاد؟ شيريا. ماكرو شيريا يعني شفايف كبيره. يبقى العيل نازل بشفايف منفوخه كبيره ضخمه جدا. ايه اللي نفخ الشفايف ده؟ ايه اللي نفخ ده؟ الانفليشن. فاضيه ولا مليانه؟ مليانه. مليانه ايه؟ لازم. خلاص؟ وده شكل من اشكال الليمفانجيوما. ده الطفل رقم واحد. الطفل رقم اثنين ينزل ابوه بشفايف سليمه. جميل. بس عنده لسان ضخم كبير جدا. لسانه كبير، لسانه طويل. لسانه ايه؟ كبير، فيسموها ماكرو. يعني ايه ماكرو؟ ماكرو يا ولاد كبير، ماكرو ايه بقى؟ جلوسيا، فيسموها ماكرو جلوسيا. خلاص والولد بيقول كده على طول لسانه مدلدل ويفتكروا انه عنده عدم مجهولي او يفتكروا انه عنده مشاكل في الثايرويد او يقولوا ان في اي مشاكل اندوكراينال، على طول الولد طبعا حجم اللسان ضخم جدا فالاورال كان مش قادر ياخده، فعلى طول عنده بروزيوشن في طن. طبعا عامل كده سهل الولد هو كده. تمام؟ طبعا مشكلته في ايه؟ لسانه مدلدل؟ يعني مشكله في الشكل يعني ولا مشكله في ايه؟ ايه مشكله لسان كبير يعني مشكله في ايه؟ عايز صغير هيتكلم كان يقول ايه؟ هيقول ايه؟ مشكلته في الكلام؟ لا. شفت في الدرس؟ لا. شفت في ايه يا ولاد؟ تاني كبير. الطفل ده هيبقى عامل كده؟ ولا هينام؟ فيكشن؟ لا. طب هو نايم وسنه كبير، طب هو كده لسانه دل، طب هو كده هيدلل برضه فين؟ يعني ممكن يعمل اير واي اوبستراكشن. مشكلته انه بيبلع لسانه، هو مش بيبلعه طبعا، بيبلعه ليه في الاستومك يعني؟ لا، هو بيعمل اسبكشن، خطير طبعا. يعملوا ايه؟ يقوموا جايبين حمره ودول داخل الجسم. ابره كده مربوطه كده وجاي داخل في الاسلام شعر، شعر ايه؟ جسم. بس خلاص. درس مدرسه. طيب يبقى ده اسمه ماكرو جلوسيا. العيلين دول اتولدوا ولا ما اتولدوش؟ اتولد اهو قدامك اهو. طيب في اطفال بقى بيحصل لهم اوبستراكتد ليبر، يعني ايه اوبستراكتد ليبر؟ ما بينزلوش. ما بينزلوش ليه بقى؟ بص بقى الحتتين بتاع الانترنيوم برضه في السكن. بس بيحصل اكستنسيف سيستك سويلينج اوف ذا نك. تنزل تفتك سويلينج اوف ذا نيك، رقبه منفوخه قوي. انتوا متخيلين الرقبه؟ فين الراس من فوق ولا تحت؟ الراس اللي هي فوق اهي، الراس من تحت ده ايه؟ الرقبه من هناك. بيحصل اكستنسيف تفتك سويلينج اوف ذا نيك، تلاقي الانترنيوما في رقبه كبيره جدا. طبعا المفروض ان الجميل اثناء البريجنسي تعمل متابعه حمل في السموم. والمفروض ان دكتور الناس الراجل المحترم بيشوف الكونجنتال انوماليز العيوب الخلقيه في الاطفال قبل عمليه الولاده. وإذا اكتشف إن الطفل عنده المشكلة اللي بنقول عليها الانفانجيوما أوف ذا نيك،
اللي هي بيسموها سيستيك هايدروما، هو ايه سيستيك هايدروما؟ المفروض ان الكمين تولد طبيعي، ليه ما تولدش طبيعي؟ طب ابستراكشن، لا هو هينزل بس هيتزل كويس. طب لو هم مش عارفين ان عنده سيستيك هايدروما والكمين مش بتعمل متابعه للحمل وما شافوش كونجنتال انومالي في العيال والكمين ولدت نورمال ونزل الطفل براسه في الحوض ونزل السيرفكس فضع وبدات الراس تظهر في السيرفكس، المفروض ان الطفل احنا بنشده ولو بيتزحلق لوحده؟ المفروض ان الطفل يتزحلق لوحده، احنا بنعمل سبورت بس مش شجعه خلاص. وفي بعض الحالات انت تعمل روتيشن او كده عشان تظبط البوزيشن بتاع الطفل، هيلاقوا ان الطفل اتزنق، الطفل ينزل في خلال 5 دقائق، الوقت قاعد ربع ساعه، تعمل يا ابني تعمل يا ابني جوه كويس، فيحاولوا يوسعوا في السيرفكس، يحاولوا يشدوا في العين مش راضي ينزل. وممكن يستخدموا حاجه اسمها فورسبس بتاع ولاده، فورسبس بتاع ولاده يبقى حاجه كبيره كده ومسكينها في راس العين وما بقتش شايفين. ممكن يعملوا بيعملوها كتير، بيعملوها كتيره بس ما بيستفادش ليه؟ خلاص جاي مركب الفورسبس على راس العين وجاي ملفف العين وشاف هيحصل ايه؟ هو مجنون ليه؟ لان عنده سيستك تولي فين؟ في النك. طب هو بيشد العافيه، بيتعافى على ايه؟ رجله كده على الترابيزه وعمال يضحك وخاف من وراه بس في بطنه بيشد كويس؟ بيقفل كويس وعمال بيضحك والواد مش راضي يطلع، هيحصل ايه بقى؟ لا مش يا ريت يا رابشر، يا ريت يا رابشر، هيحصل بص المات الكبيره اللي عامله بالستراكشر هتكونفرس مين؟ هتكونفرس النك، هتكونفرس النك كويس؟ فهيحصل ايه بقى؟ هتفكسل، الواد هيطلع؟ اه هيطلع، بس تطلع ايه؟ مخنوق، يطلع ميت خلاص؟ ده مشكلة السيستيك هايدروما. طب يعملونا ايه؟ نفترض ان الجيميل مش عايز تولد قنبلة، عايز تولد طبيعي، هي مصممة عايز تولد طبيعي، ما ولدش انا بطني؟ لا، اولد طبيعي. طيب عايزين ولدها طبيعي وابنها عنده سيستيك هايدروما، هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ قبل الولادة يقوموا داخلين بإبرة كبيرة شارمين السيستيك هايدروما ساحبين اللم وينزل الطفل نورمال، بس المهم انك تشخص السيستيك هايدروما، المهم انها تتعرف، لو تعرفت قبل الولاده مفيش مشاكل، ما تعرفتش تعمل اسفكسيا. يبقى لو قلنا 3 اشكال، واحده منهم بتعمل مشاكل واثنين ما لهمش مشاكل كبيره، احنا بنتكلم في هيمنجيوما ولا في انفنجيوما؟ يبقى قلنا الانفنجيوما الحاجات بتاعتها فين؟ في الاسكان والايه؟ والسبلين والاورجن. قلنا الاسكان عندنا 3 اكواد، واحده شفايفه كبيره اسمه ايه؟ ماكرو تشيليا، واحد لسانه كبير ماكرو جلوسيا، واحد رأسه ورمة اسمها سيستيك هايدروما. كل دي انواع من الانفنجيوما. الجروس فيكشر بتاع الانفنجيوما ما احنا حسب الاشكال اللي قلناها ما لهاش جروس فيكشر ثاني. بص يا ولاد، تحت الميكروسكوب الانفنجيوما زي الهيمنجيوما بالظبط، بس في فرق واحد. اشيل ايه واحط ايه؟ يعني انا هقول ايه؟ هقول سبيسز؟ اه. لايف ريزيليوم؟ اه. ما بينهم فايبر تيشو؟ اه. امال جواهم ايه؟ يبقى كل القصه كلها من 20 ار بي سيز وخط لم بس، ويبقى الباقي زي ما هو. الانفانجيوما تحت الميكروسكوب كام نوع؟ زي الهيمانجيوم، لو في كابت صغيره فيها لم بيبقى اسمها كابيلا الانفانجيوم، لو في كابت كبيره فيها لم بيبقى اسمها كابيلا، يبقى زي الهيمانجيوما بالظبط، مع الفرق الوحيد ان انت بتشيل ار بي سيز وبتحط لم. خلاص يا اولاد؟ كومبليكيشن قلنا على حسب المكان، انفنجيوما اخطر من انفنجيوما اللي هي اسمها سيستيك هايدروما. طيب كده خلصنا البناين تيومرز اللي بتطلع عندنا في قلب السبينال تيشو. احنا خدنا كام بناين تيومر ابيثيليال؟ ابيثيليال بناين تيومرز كانوا مين؟ هم اثنين ثلاثه، هم في غيرهم؟ اللي بيطلع من الدرس بيبتدي يا احمد اسمه ايه؟ طب اللون واللي بيطلع من الجلال؟ ادينوم. خدنا كام من البيكايمال؟ خدنا كل انواع من البيكايمال. فكروني باساميهم بس. لايبوم، فايبروم، ميكسوم، نيمايوم، رابدومايوم، كونجروم، اوسيوما، ايمانتيوما، ايمانتيوم، خلاص كل دول من كايمان تيوما. تمام؟ هنبدا نتكلم على مجموعه كبيره من السرطانات او رام اسمها لوكالي، عايز تبقى كده تصدق دي كويس قوي. لوكالي مالجنا تيوما. اسمها ايه يا ولاد؟ لوكالي مالجنا تيوما. لوكالي مالجنا يعني بناين ولا مالجنا؟ مالجنا. طب ليه سموها لوكالي مالجنا؟ لوكالي مالجنا يعني سرطان ولا مش سرطان؟ لا هي سرطان. طب ليه حطينا كلمه لوكالي؟ لانه السرطان بيعمل سبريد دايركت بس. المفروض السرطان يعمل ايه تاني؟ يعمل ديستنس.
يعني هي السرطانات تعمل لوكال انفيجن بس عمرها ما تروح للليمف نود، عمرها ما تروح للدم، عمرها ما تعمل ترانسيلوميك، عمرها ما تعمل امبلانتيشن او كانليبر. يبقى السرطانات تنتشر في المكان فقط لوكال ستراكت. لو كان السرطان كل تركيزه كل تركيزه انه يكبر ويدمر تحته تدمير، يبقى بلاقيله ولا كتير. يبقى هي ماسيف ديستراكتيف تيومر بتعمل تدمير داخلي عميق تنتشر وتكسر في الانسجه اللي تحتها، انما تروح للدم لا. طيب مبدئيا السرطانات دي البروجنوز بتاعها حلو ولا وحش؟ يعني ليها جود بروجنوز ولا باد بروجنوز؟ باد ليه؟ باد لو انا ما عرفتهاش من الاول. هتعمل ايه؟ هتعمل ديستراكشن انما هل السرطان يزود؟ لا ما اقولش ليه. يعني دي انواع من انواع السرطانات. دي سرطانات، سرطان فعلا يدمر تحتيه يكسر تحتيه يخرم في الوش يخرم في العظم في المكان اللي هو فيه، ولكن ما يموتش. دي ما يموتش، يبقى يروح في الاماكن بعيده ما يبقاش ديستر سبريد. يبقى كلمه لوكال مالجنت يعني بيران ولا مالجنت؟ لا مالجنت وفيها كل خصائص المالجنت، ولكن نموها بطيء وكانها بناين سلو ريت اوف جروث. هو المفروض ان السرطان الجروث بتاعه يبقى سلو ولا رابد؟ ديت بتاخد من خصائص البناين ان معدل نموها بطيء، ولكن شكلها مورفولوجيكالي شكل المريكنا شكل السرطان بالظبط. تفرق ايه على اي سرطان؟ انها تعمل لوكال ديستراكشن تعمل ديستراكت سبريد؟ لا. خلاص؟ يبقى كلمه لوكال مالجنا دي يعني ايه تاني؟ بناين ولا مالجنت؟ مالجنت. تفرق ايه عن اي مالجنت؟ with local invasion but without ديستر سبريد. معدل نمو اللوكال مالجنت تيومر بطيء ولا سريع؟ بطيء. ايه انواع اللوكال مالجنت تيومر؟ هنعرف هنسميهم وهنقصهم في تفاصيل. بصوا يا اولاد، احنا عندنا سرطانات اللوكال مالجنت كتير، هناخد منهم خمسه. A B C D G. خلاص؟ أنا بتكلم على مين دلوقتي؟ أعلوك يا مالجنت، يعني بمعنى ولا مالجنت؟ مالجنت، بيعملوا إيه؟ بيعملوا إيه؟ لوكال انفيجن، يروحوا للدم؟ لا، يروحوا للليمف؟ لا، يموتوا؟ لا. مين دول؟ احفظوا أساميهم، الأسامي كلها جديدة من الدم. أول ورم لوكال مالجنت اسمه آدم من تنومة، يا ولاد؟ ادم انفينوما، ادم انفينوما ده ورم يطلع في العظم. ادم انفينوما، خلاص ده الورم رقم واحد. الورم السرطان رقم اثنين بيطلع من الطبقة السفلية للجلد. سمعت عن سرطان اسمه بيزل سيركارسينوما؟ بيزل سيركارسينوما. ده غير السكوما سيركارسينوما. خلاص؟ يبقى الايه؟ ادم انفينوما. البي بيزل سيركارسينوما. السي سرطان بيطلع في اللنج بيعمل لوكال ديستراكشن ممكن يطلع في الجي اي تي. ما يقدروش يسموه كارسينوما، ليه مش قادرين يسميه كارسينوما؟ لانه ما بيعملش ديستر سبريد. فيقوموا يسموه كارسينويد، يعني ايه اويد؟ شبه الكارسينوما. امال هو ليه مش كارسينوما؟ لانه مش بيعمل ديستر سبريد. يبقى ليه ادم انسينوما؟ البي بي سبريد كارسينوما، السي كارسينوما. البي الورم الملزق، الورم ايه؟ الملزق بيسموه ديزمول تيومر، ايوه بس ديزمول، عارفين الديزموزوم؟ الديزموزوم اللي هو عامل الطاقه بين الخلايا، في ورم كده بيقوم ملزق جاي ملزق في البطن ولزق في الانسجه، انما يعمل ديستر سبسس لا. اسمه ديزموز تيومر، روح قصته دلوقتي. السرطان رقم خمسه اسمه جاينت سيل تيومر، اسمه ايه يا ولاد؟ جاينت سيل تيومر، يا ترى بيطلع فين الجاينت سيل تيومر ده؟ الجاينت سيل تيومر بيطلع في العظم وله اسم تاني اسمه اوستيو كلاستوما. انا قلت ساركوما؟ لا، يعني ايه اوستيو كلاستوما؟ هي ايه الاوستيوبلاست؟ اللي هي الماكروفاج بتاعت العظم، بلاقي السرطان بيطلع في العظم وبيجيب ماكروفاج كتير اللي هي الاوستيوبلاست. تبقى جوينت سيلز خلايا كبيره مالتي نيوكليتد، فيسموه جوينت سيل تيومر او الاوستيوبلاستوما. لو سمحت يا ولاد هتقولي تاني بسرعه لوكال مالجنت تيومر بسرعه بسرعه بسرعه. جمعناهم اي بي سي دي جي. اي ولا جي؟ جي الايميز عدم السينوما، البي بيتا سيل كارسينوما، جي كارسينويد، البي سمول تيومر، الجي جاينت سيل تيومر. ممكن اسال سؤال؟ الديزمول تيومر نقطه ما اقولش ليه؟ ما بيعملش لسه ده نوع من انواع اللوكال مالجنت. الكارسينويد تيومر نقطه؟ لا. ليه؟ ما بيعملش لسه سبريد لان نوع من انواع البيتا سيل كارسينوما. لا. ليه؟ طيب
تعالوا ندخل بقى في تفاصيل اكتر. عندنا اثنين منهم هندرسهم دي الترم الاولاني والباقي الترم الثاني. عايزين نعرف يا اولاد قصه الديزمويد تيومر. قصه مين؟ ديزمويد تيومر. هو ايه ديزمويد تيومر ده؟ ديزمويد ده مين؟ ده واحد من اللوكال ماليجنس وكان اي بي سي دي جي. ده دي بقى اللي هو اسمه ايه؟ ديزمويد تيومر. ايه قصه ديزمويد تيومر؟ قصته بسيطه جدا. يقول لك ان الفيميل المالتي بيرس. يعني ايه مالتي بيرس فيميل؟ مالتي بيرس فيميل يعني بتولد قليل ولا بتولد كتير؟ وما بتولد قليل اسمها ايه؟ نالي بيرس. ما ايه؟ نالي بيرس. انما المالتي بيرس اللي هي بتولد كتير. عندنا في مصر دول؟ حاليا عندنا في مصر ما شاء الله 5 و6 و7 و10 عيال. حلو؟ مالها بقى المالتي بيرس فيميل؟ ايه علاقتها بالسرطان ده؟ المالتي بيرس فيميل اللي معظم ولادتها قيصريه. العيل هولاد ولد ازاي؟ سيزاريا انفكشن. طب والثاني؟ زي اخوه، ما عنديش حد احسن من حد. طب واللي جاي؟ كله قيصري. طبعا ده 4 5 6 10 قيصري. العمليه القيصريه تعتبر تروما ولا مش تروما؟ مش هو بيفتح؟ مش هو بيفتح في العضله؟ دي تروما متكرره في عضلات البطن. تعمل استيميوليشن للخلايا اللي موجوده وتقوم عندهم سرطان في بعض الحالات. عندهم الناس اللي عندها استعدادات وراثيه سرطانيه. يعني البريسبوزنج فاكتور الاساسي رقم واحد هو ريبيتد ابدومينال تروما. ريبيتد ابدومينال تروما اصابات متكرره للبطن. قلنا البريسبوزنج فاكتور يا اما في ميل، دي في ميل يا ولاد، في ميل مصنوعه كبيره في ميل نالي بارا ولا مالتي بارا؟ مالتي بارا. يا اما عيان بطنه كبيره برضه. ما خدنا عيان بطنهم كبيره؟ عنده ايه؟ طيب طب الكيميل اللي بطنها كبيره هو ايه؟ عين. عايزين نطلعه نعمل ايه؟ هنفتح. نفتح ازاي؟ سيجاريا سكشن. طب العين اللي بطنه كبيره هو ايه؟ عايزين نطلعها نعمل ايه؟ نخرج. تروما ولا مش تروما؟ يعني ممكن تحصل للعيانين اللي بيحصل لهم ريليس الباراسنتيزز او الابدومينال تابنج اللي بنسحب منهم الاسايك. بيسموا لهم مالتيبل الاسيتيك اسبيريشن. هم نفس القصه بتاعت الايه؟ ولا ايه العلاقه بين الست الحامل والراجل عنده اسايك؟ مثير او غريب. ان الاثنين بيحصل لهم ريبيتد تروما. يا ولاد هو اللي عنده اصابات ده النهارده دخلنا ابره اهو وصحابنا واحد ليه بيصحى في ده كومبريشن بتضايقه سخيفه جدا بتاثر على الهضم بتاثر على النفس بتاثر على حركه الدايفران بتاثر على الحركه. سحبنا النهارده ميه من الاصابات اللي موجوده في البطن. جميل. عيل البطن مش مبسوط زي الفل بطنه نفسه بقى حلو جدا ورشيقه جميل ويطلع ويجري وحاجه جميله جدا. بكره هيحصل ايه؟ هيعدي ميه تاني. واحنا قلنا دي عالجه السبب. يعني ايه سبب الاسايت اللي خدناه؟ ما خدناش السبب واحد. ده الهاي فولت ما بدلش معلش هيملى تاني. هنعمل ايه تاني؟ بس جايبين حقنه تاني ضاربين في جرش تاني وساحبين ميه تاني وهكذا. يبقى ريبيتد ولا نوت ريبيتد؟ روما ولا نوت روما؟ زي المصري والسيريا انفكشن بالظبط. يبقى الورم ده بيحصل مع الاصابات المتكرره لعضلات البطن بيحصل لها اكسبيرتل سيميليشن زي الكيميل مالتي بيرنس والعيان اللي عنده اسايد. طبعا الجروث فيشر بتاع الورم يا ولاد احنا بنتكلم في بناين ولا مالجنس؟ يعني بناين ولا مالجنس يعني؟ مالجنس. يبقى راوندد ويل ديفايند ولا ايريجولار؟ طب ليه هيبقى ايريجولار انفلتريتد؟ السرطان هو بيعمل نوع واحد من انواع السبريد هو نوع واحد بس شاطر فيه اللي هو ايه؟ الدايركت ايميج. يبقى السرطان بيعمل كتله كبيره جدا وبتبقى لوكال انفلتريتد مش بتبقى ريجولار انفلتريتد. تحت الميكروسكوب لما بنبص على الديزمويد تيومر بيبقى شبه الفايبروما. طب ايه الفايبروما؟ الفايبروما ده ايه؟ بناين تيومر وفايبروبلاست فيها ايه يعني؟ فيها فايبروبلاست وايه؟ وكولاجين. بشوف برضه سبيند سيلز شبه الفايبروبلاست وفيها كولاجين. ممكن الاقي غلافيزيا وممكن ما الاقيش. في بعض الناس بتسمي الورم اجريسيف. يعني ايه اجريسيف؟ اجريسيف يعني ايه يا ولاد؟ اجريسيف يعني حنين وطيب والبس؟ عنيف. عنيف بيسموها اجريسيف فايبروما او اجريسيف فايبروما. فايبروما عنيفه وطبعا مش فايبروما. سرطان فايبروما ده بنايت. خلاص؟ لا مش كده. عرفتوا قصه الديزمويد تيومر؟ طبعا الكومبليكيشن بيعمل انفلتريشن. طيب جت الفيميل اللي ولدت ست ولادات قيصريه. خلاص؟
النهاردة بدأت تلاحظ ان مكان العملية القيصرية بطنها بتكبر. يا ولد كم مرة؟ 6000 ايوه ده الساد. كويس؟ الصور الوقت يمكن شاغل شوية في حادث يمين او حادث شمال. لما بنيجي نعمل خلي بالك الطفل لما في البلبس وتيجي تعمل اكزامينيشن للبلبس في اللي بتتحرك يعني دلوقتي في ميل بطنها كبر خلاص؟ كويس؟ وبطنها كبر بسبب الحمل. البلبس اللارجو المفروض ان البلبس يتحرك هتلاقي ان الماس بتبدأ تتحرك. ليه الماس تتحرك؟ لانها سوبرفيشال ولا ديب؟ يعني في البدايه سوبرفيشال طالعه من المصل نفسها اتاتشد للمصل فالماس بيبقى مضايق بيتحرك. طبعا لو واحد حتى مش فاهمه يقول لك ما جاي تبقى عايشه ايه يعني يروح ويجي لا طبعا دي عايز يبقى بريفول لا ده على طول بيشقق في يومك يعني لو جالك كيس في الامتحان وقال لك ان في ميل مالتي بير طلع لها بريفرال ماس او موبايل ماس والماس ديت مرتبطه بالقبض والابدومنال المفصل ما تكملش بقيه الكيس يبقى تشخيصها ايه على طول؟ ديزمويد تيوم مالتي بير في ميل وورم موجود في البطن او تضخم في البطن يبقى ديزمويد تيوم خلاص؟ طبعا علاجها ايه؟ علاجها ايه وده؟ هو ده بيماين ولا مالجنان؟ هيعالجوها ازاي؟ سيرجيكال ايه؟ اكسبشن يشيلوه ايه؟ التيومر الماء هيعرفوا يشيلوها كويس؟ اه ولا لا؟ لا ليه؟ تعمل لوكال انفلتريشن تحتها هتتشال اه كويس لا يبقى هيحصل لها ايه؟ ريكارنس هترجع تاني يبقى هي مشكلتها الاساسيه انها تعمل لوكال انفلتريشن وريكارنس ليه؟ انسفشنت ريموفال يجيب لك سؤال في الام سي كيو يقول لك ايه من الحاجات الاتيه ما بتحصلش في الديزمويد تيومر؟ واحد انفلتريشن اثنين لوكال ريكارنس ثلاثه بلاد ميتاستاسيس مين اللي عمره ما هيحصل بلاد ميتاستاسيس خلاص تعمل اي حاجه بس ما تبقاش يبقى ده قصه الديزمويد تيومر هو احنا الديزمويد ده نوع من انواع الايه؟ بمعنى ولا مالجنان؟ قالوا مالجنان؟ لوكال مالجنان تعالوا ناخد نوع تاني مشهور قوي في اللوكال مالجنت يا ولاد اسمه بيتا سيركارسينوما اسمه ايه؟ بيتا سيركارسينوما بيتا سيركارسينوما ده نوع من انواع سرطانات الجلد بيجي في الطبقه السفليه من الجلد بيحصل بيتكون السرطان من الطبقه من البيتا اللي هي انتوا تعرفوا الاستراتيفايد سكويموس ايثيليوم طبقه ولا اكثر من طبقه؟ طيب الطبقه اللي تحت نوعها ايه؟ ما هي بيتا اسمها بيتا نوعها ايه؟ كلام بيجي الطبقه الاكتف اللي تحت بتتنشط قوي بسبب اشعه الشمس ومعامله سرطان كتله من الخلايا مكونه من البيتا سيلز اللي دايما لونها ازرق بيتا سيلز واكتف ودون كتل ثلاث سرطان تخترق الانسجه اللي تحتها تعمل ديستنس فريت لا تخرم تحت اه وتعمل قرحه رهيبه جدا تخرم في الجلد والعضله والسكاب دينيوس تيشو وممكن تخرم في عظم السكاب تخرم بنقوه في اللي تحتها لوكال اكستراكتف انما عمرها ما تنتشر لدرجه في بعض الناس تسميها روبن روبن يعني ايه روبن؟ قارض زي مين؟ فار خلاص سموها روزنت ألسر قرحة قوار يعني فار واكل وشه واكل وشه ليه؟ مش شايفين مش شايفين قرح شايفين خرم خلاص يعني الالتريشن حصل في السكن ودمر المصل وبدا يخرم في السكن ايه قصه البيتا سيركارسينوما بتحصل ازاي؟ بص يا شباب احنا مبدئيا عايزين نعرف الكومن تايب اثنين بريسبوزنج فاكتور خلي بالكم احنا بدانا نخش في السرطان ما بنقولش اثيولوجي بنقولش ايه؟ احنا بدأنا نقول ايه؟ جزء السرطان ليه سبب محدد؟ لا في عوامل بتسبب الظهور، ما فيش سبب واضح. يبقى عندنا ساين الريسبوزنج فاكتور. النقطة رقم ثلاثة هنتكلم على الجراف، النقطة رقم أربعة هنتكلم على المايكروسكوبيك، وآخر حاجة هتقولوا لي البيهيفير. طيب بص يا ولاد، الفايت. يقول لك إن أشهر مكان في الجسم بيحصل فيه البيتا سيركارسينوما هو الفين. إيه ده السؤال؟ هو أكثر منطقة في الجسم معرضة لأشعة الشمس. أكثر مكان في الفيس فين؟ بيقول لك الأبر بارت أوف ذا فيس. دي منطقة سخيفة جدا في النص العلوي. أكثر مكان معرض للشمس. خاصة أراوند ذا أي بتيجي حوالين العين في المناطق دي دايما. هي مين دي؟ إحنا بنتكلم على مين؟ بيتا سيركارسينوما. يبقى أكثر مكان بيتا سيركارسينوما دي فين؟ في السكن. سألوا السكن أوف ذا فيس. أنا حتة من الفيس؟ أبر أبر بارت. أنا حتة في الأبر بارت؟ ثلاثة بقى. أراوند الإيه؟ الارض خلاص نيجي للبريسبوزنج فاكتور ايه البريسبوزنج فاكتور؟ هو دي بلوش ليه اصلا؟ يبقى الالترا فايروس رين يبقى اشعه الشمس خطيره مش خطيره؟ خطيره اكثر بتيجي في البيت
والأكثر دليل بالصم. دي مين أكثر؟ مين اللي بيتأثروا بشاهد الشمس أكثر؟ الفير وايت ولا الدارك بيبل؟ الفير وايت ما عندهمش حماية خلاص؟ سرطانات الجلد كلها أكثر في الإيه؟ في الفير وايت. أكثر وايت ريز ده السبب اللي بيصوص الفايت عامل إزاي؟ يوسف يفشل يقول يقول لي يا الفرحة السرطانية طبعا انتوا عارفين الفرحة السرطانية ليها وصفة ممكن تبدأ الأول على شكل بديول بعد كده تعمل أكثر. طيب فرحة السرطان بص يا ولاد انا هرسمها وعايزكم توصفوها لي كده لكن كمان في الرسمة صفوا لي الفرحة دي يلا هتوصف ايه يعني اتش لون بي الاتش بتاع فرحة السرطان دي ده اي فرحة سرطانية الاتش بتاعها ايه واقع ولا هريز الاول بس كان المفروض ان يبقى ولكن لان نمو البيزا بتطلع بسرعة بطيء يعني نمو بطيء تصنيفها ايه؟ ما بقاش كده لو كان مالكنا فعندك مفيش قطط سرطانيه كبيره بتكبر بسرعه مش هتبقى انفرتد هتبقى مقلوبه بالعكس بقى ايه بقى؟ يبقى القرحه السرطانيه الوحيده الانفرتد حاجه مميزه فيها شفايفها مقلوبه لجوه كده سرطان بيبقى كده خلاص ودي كده شفايفها مقلوبه لجوه يبقى ريت تبقى انفرتد اتش ودايما الكلور بتاع اي سرطان هو السرطان ده بياكل ولا ما بياكلش؟ بيكسر ولا ما بيكسرش؟ معناها في نكروز اند ايه؟ اند هامرج واي قرحه سرطانيه لما تيجي تهزها هزه تهز ما تهزش يبقى تبقى ايه؟ البيت بيبقى فيكسد فيرم خلاص؟ يبقى البيت بس تقدر تفرق ايه عن اي قرحه سرطان؟ تسمع ان ايه بتبقى ايه؟ امبر طيب احنا اتفقنا ان اي لوكال امريكنز يوبر معدل النمو سريع ولا بطيء؟ بطيء قرحه السرطانيه ديت واحد طلع له قرحه في وشه بسبب التعرض للشمس هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه في القرحه؟ ايه في الشمس؟ طب القرحه هيعمل فيها ايه؟ هيعمل ايه في القرحه؟ واحد طلع له قرحه طفل عنده قرحه في وشه هيعمل فيها ايه؟ ازاي يعالجها؟ يعالجها ازاي؟ يعالجها كده يلعب فيها يعمل ايه؟ هيبدا يحط عندي سبتك النهارده يبدا يحط انتي بايوتكس يغطيها يحط كريمات يحط شياطين في ريتهم اي حاجه الجرحه دي هتخف كل اللي بيعملها هتخف مش هتخف يعني الجرحه دي بريزنت للميديكال تريتمنت ومشكلتها انها بتقل ولا بتفضل زي ما هي؟ بتفضل زي ما هي بتزيد يزيد ازاي؟ في العمر يعني هو حط النهارده مره ما انت بقى بكره الصبح لا انا متاكد يلا لسه تشيل يا عم حط واحد تاني بكره نبدا وهكذا ثانيها ذكر 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 حد يوصل لعظم مش هتخف بالاوردينري كده تثبيت مش لانه سرطان طول ما الجرحه مكشوفه اي جرحه مكشوفه معرضه ليها يا ولاد ما كان بيرجعش حاجه زي ما الحته اللي دي خطيره جدا حته لقم كده تحصل في الامتحانات الامتحانات في كده حتت ايه يعني ضربات كده من تحت لتحت بص يا ولاد لو حصل انفكشن في جرحه جرحه بقت ملوثه الغدد الانفجاريه تكبر ولا ما تكبرش؟ هو لو في انفكشن في اي مكان في الجسم يكبر غدد الانفجاريه ولا ما تكبرش؟ تكبر تكبر بسبب ميتاستاسيس ولا بسبب ليمفاديمايتس؟ جميل هل البيزل سيلكر سينوما بتعمل ميتاستاسيس ليمف نوت؟ المفروض انها تعمل ميتاستاسيس ليمف نوت؟ ليه يعني؟ اصلا نوعها تصنيفها ايه؟ لوكاليماليجن بس بتكبر الليمف نوت؟ تكبرها بسبب ايه؟ سكند انفكشن لانها قرحه مكشوفه فيها انفكشن فالليمف نود هتكبر بس الليمف نود اللي بتكبر تبقى ليمفا دي غلط طب لو سالت السؤال ده عشان نشوف واحد فاهم ولا مش فاهم يقول لك هي الليمف نود اللي هتكبر في حالات البيستر كارسينوما تبقى بيلس ولا بيلفولس؟ غده الانفجاريه كبرت وعنده بيستر كارسينوما بيلس ولا بيلفول؟ بيلفول ليه؟ كبرت بسبب انفلاميشن خلاص؟ سؤال تاني يقول لك يا الغده الانفجاريه اللي هتكبر في حاله الكارسينوما تبقى فيكسد ولا نوت فيكسد؟ الغده الانفجاريه تبقى فيكسد مثبته ليه وفي سببات اخرى يبقى نوت فيكسد خلاص؟ يبقى دي معلومه مهمه عشان تيجي في الكيس يبقى عرفنا يا اولاد الجرام فيكشن عايزين نتعلم قاعده الميكروسكوب فيكشن عشان احنا كل السرطانات شوف بقى الورق اللي بيديكوا ركزوا معايا في القاعده دي بصوا يا شباب هنتعلم قاعده مكونه من اربع نقط قاعده مكونه من ايه؟ اربع نقط نوصف بيها اي مايكروسكوبيك بيكشر لاي مالجنان تيوب سواء بيسكر تيوب او غيره. القاعده دي هنستخدمها في كل الكومنتات العملي اللي فيها مالجنان تيوب وما اكثر المالجنان تيوب في العمل. وفي الترم الثاني في كل السرطانات اللي هناخدها في كل سيستم.
القاعده دي بتقول ايه؟ ركز معايا في القاعده دي كويس. انا عايز اتكلم على جروس ولا مايكروسكوبيك؟ مايكروسكوبيك. احط قاعده اقلل بيها مايكروسكوبيك لاي مالجنت تيومر من اسمه بس. القاعده بتقول ايه؟ رقم واحد، السرطان كون مجموعات ولا لا؟ واذا عمل مجموعات توصف المجموعات ديت، ديسكرايب الجروب، الجروب اللي كونه. يعني ايه مجموعات؟ يعني مثلا سرطان اسمه مثلا ادينو كارسينوما، تتوقع ايه المجموعات اللي هيعملها؟ يعني الخلايا لما تتجمع تعمل ايه مع بعض؟ يبقى ده رقم واحد. سرطان تاني زي الفيزا مش هيعمل جلاد، بيعمل حاجه تانيه، خلاص؟ يبقى واحد اوصف المجموعات. اثنين، الخلايا اللي جوه المجموعات، خلايا نورمال ولا مالجنان؟ انا ببص تحت الميكروسكوب، كل مجموعه من دول الخلايا اللي جواها ايه؟ مالجنان. يعني ايه مالجنان؟ تحت الميكروسكوب. يعني فيها انابليزيا، ونكتب الانابليزيا كامله. عارفين يعني ايه انابليزيا؟ يعني ايه انابليزيا؟ بليمر بيزما هايبر كوماتيز بيزو 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 خلاص؟ يبقى القاعده رقم اثنين ان الخلايا المكونه للمجموعات فيها انابليزيا واوصف انابليزيا كامله. القاعده رقم ثلاثه، القاعده واحد ايه؟ القاعده رقم واحد بيقول ايه؟ المجموعات اشكالهم ايه؟ اثنين، الخلايا اللي جواها فيها ايه؟ انابليزيا، كل سرطان فيها انابليزيا، واقول ايه يعني انابليزيا؟ القاعده رقم ثلاثه، ايه المميز في التيومر؟ ممكن في حاجه مميزه، يعني ايه؟ تيومر بيكتب بيوس ايه؟ تيومر بيكون كيراتين، تيومر بيعمل حدود واضحه بالفيدنج، تيومر بيعمل اشكال معينه، العلامات المميزه في التيومر، ده رقم ثلاثه. القاعده رقم اربعه، ما بين المجموعات وبعضها المفروض ان في هواء ولا في استروما؟ فايبروباست سيباريت جروب سيباريت باي فايبروباست وستروما، دول كل السرطانات. والجروبز اللي سيباريت باي فايبروباست وستروما، خلوا بالكم اهم كلمه، الجروبز اللي السرطان عملها ومفصوله فايبروباست وستروما موجودة في مكانها الطبيعي ولا نزلت تحت؟ هو السرطان بيتشخص بشكله، كل اللي احنا وصلنا لك كان شكل صح؟ مجموعات، الخلايا اللي جوه، المميز في الشكل، كويس؟ مفصولين بفايبر بس هو مش كده؟ دي اشكال، السرطان بيتشخص بشكله ولا بسلوكه؟ يعني انت قول ان هو سرطان؟ لما يعمل ايه؟ البيشن، يعني كارسينوما قاعدة في الابيثيليوم ولا نزلت تحت طبق الجوزة؟ يبقى القاعده رقم اربعه تقول ان المجموعات مفصوله بفايبروباست تيشو، وهذه المجموعات انفلتريتنج اندرلاين تيشو. طيب قولوا لي القاعده تاني. لا القاعده دي مهمه جدا، لازم تظبط قوي. قاعده رباعيه عشان نوصل بيها اي مالجنان تيومر تحت الميكروسكوب. قاعده رقم واحد ايه؟ قاعده رقم واحد ايه؟ الجروب اللي تيومر عملها مجموعات، اثنين خلايا اللي جوه المجموعه فيها انابليزيا، ثلاثه ايه المميز في كل مجموعه؟ اربعه ان المجموعات مفصوله دي فايبروباست ستروما وعاملين انفيشن. طب لو سمحت ممكن تطبقوا لي الكلام ده على السرطان اللي اسمه، ركز بقى كويس الكلام ده، على السرطان اللي اسمه ادينوكارسينوما اللي انتوا لسه ما خدتوش؟ يلا عايزكم تكتبوا لي كومنت بتاع مايكروسكوبيك بيكشر بتاع ادينوكارسينوما. يلا يا اولاد هنقول ايه؟ هنقول مالجنان تيومر فورمينج جروب ده ايه؟ اسمها ايه؟ جلاند فاريبل ان شيبر تايب. ادي واحد، اثنين ذيس جلاند ار لايند باي سيلز مالها سيلز شوينج انابليزيا ان ذا فورم اوف، واحد اثنين ثلاثه اختصاص انابليزيا. الجمله الثالثه اند ذيس جلاند، مفيش حاجه مميزه جلاند، اند ذيس جلاند ار سيبريتد باي فايبر باث اوف تروما اند انفيدنج او انفيدريتنج اندر لاين ستراكشر. هو ده الكومنت بتاع اي مالجنان تيومر في الدنيا. خلاص؟ اتفقنا؟ يلا نطبق الكلام ده على البيتا سيلتر سورة ولا ايه؟ ونطبقه على المجانين كلهم. هنقول القاعدة رقم واحد، قاعدة رقم اثنين، قاعدة رقم ثلاثة، قاعدة رقم أربعة، مليون يلا. 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 قاعدة واحد ايه؟ جروب. البيتا سيلتر سورة هتعمل جلاند؟ لا. هتعمل ايه؟ هتعمل سوليد ناتج. سوليد ماسز يعني كتل مصمطه من الخلايا، لان اصلا البيتا سيلز بتاعت الجلد ما بتعملش اصلا جلد. يبقى عندي ماسز سوليد ماسز اوف بيتا سيلز او بيزوفيليك سيلز. بيزوفيليك قالوا لنا ايه؟ ازرق او احمر؟ ازرق. يبقى المجموعات عباره عن سوليد ماسز. سوليد يعني ايه يا ولاد؟ ايه عكس كلمه سوليد؟ اوعى تقول لي صوتك.
ايوه قول لي ها ايه عم فين الصلد فكك بس تريد يعني مقفولة فكك يعني مقفولة يعني متفتحة خلاص بس زي ما الصلد ماسك خلاص يا مجموعات مغلقة مقفولة من بيت وكاليكتل يلا طبق الكهرباء رقم 2 بسرعة بسرعة يلا الضغوط عليه ها ان السلد اللي هو دي فيها انابليزيا طبعا عارفين ايه انابليزيا عارفين ولا سمعوا لكم حافظين فاكرين طب ايه الانابليزيا ديومورفيز هايبر كروماتيز انكريز يوم الانسلاس انكريز يوم الفيكوز مايدوز الزيكرا ميوبيس روميلس نيوكليولس لوت اوف بولاريس يعني كل الخلايا اللي جوه المجموعات دي فيها كل الخصائص دي خلاص كده طبقنا قاعدة رقم 2 قاعدة رقم 3 ايه يا ولاد نسيتوا بسرعة انتوا نسيتوا بسرعة ايه المميز المميز في البيزا الفلتر سينوما ان الخلايا اللي في الاطراف بتنتظم على شكل صف طابور يخلي اطراف الماس غامقة يسموها بايلسيدنج يسموها ايه وكلمة بايلسيدنج يعني طابور يعني بلاقي الاطراف الحدود بتاعتها غامقة قوي ليه حدودها غامقة لان النيوكلاي ارينجز الرو النيوكلاي بتاعتها بتاعت الخلايا اللي هنا بتاخد صف منتظم كونزنس فيبقى في بالفيدنج بالفيدنج يعني حدود واضحه قوي حدودها جامده يبقى المميز بالفيدنج طيب يلا القاعده الرابعه القاعده الرابعه ايه يا ولاد القاعده الرابعه يا ولاد ما المعادله طايره في الهواء لا تبريد باي فايبروفاسكل تروما وعاملين ايه عاملين ايه ده سرطان يعني موجودين في طبقه الابيدرمس بس ولا نزلوا تحت اند انفيدنج اندر لاين This group has generated by one of the stroma and the invading under the line أسرع واحد يقول لي كومنت على بعضه كده هجيب له شوكولاته المره الجايه. يلا يا ولد عايز كومنت سكروب بسرعه بسرعه يلا حرب اخر مع بعض. يلا مين يقول مين يقول مين يقول هنقول ايه؟ ها يبقى البيتزا فيجا سواء بتعمل ايه؟ طالب في الكوبيرت مات كويس انا كمل كمل فورم اوف مالجنان سيلز شوينج انا بليز جميل عن ديس ماس از كاركترايزد باي هايسين كويس اند سيبريتد باي فايف باكس ستروم اند انفيدنج ار ذا لاين ستراكشر انا اطلع واحد انا هجيب نفسي مش هجيب لكم اي حاجه خالص قولوا لي تاني كده طيب الولاد ما عندوش حاجه قول لي يا رجاله انتوا معايا ولا انتوا فين؟ طب يلا فين الفكره فيها ايه؟ فيها ايه يا رجاله يا ابو بيز ايه؟ ها فيها سوليد ميل قلنا ايه؟ ريد فاكس كويس وبعدين فور بروب سيلز شون انا بريد ان وين بعدين في بريد باي فايف باستر ستروم طيب مفهوم طيب بيتا سيجا سو عرفنا مايكروسكوبي قولوا لي يا اولاد البيهيفير بتاعها ايه البيهيفير بتاع بيتا سيجا سو او ايه الكومبليكيشن اللي بتطلع منها ان هو بيحصل عليها سجنري انفكشن جميل بيهيفير هي تعمل سجن انفكشن اه طبعا طب السجن انفكشن اللي هتعمله هيكفر الليمف نود يعمل الليمف نود انلارجمنت بس ليه متسج والليمف نود الليمف نود كويس ادي واحده اثنين يا ترى يا ولاد دي تسيكا سوما تعمل سبريد تعمل سبريد ولا تعمل تعمل اه بس قالوا نوع عليها سبريد سايلنت سبريد في عندنا بقى نقطة خطيرة جدا هي دي تسيكا سوما طالعة منين؟ من الجلد من انهي لير؟ البيزا لير وايه وظيفة البيزا لير اصلا الطبيعية؟ انها تكون الاذر لير وفي الاخر هيتكون الايه؟ الكيراتين يعني معنى كده هل ممكن في احتمال نظريا ان البيزا سيلتر سينوما تكون بقيه طبقات للسكين وهي موجوده كسرطان وتعمل ليرز ثانيه تقوم تبقى سكويما سيلتر سينوما؟ ما هو السكويما سيلتر سينوما يعني كل طبقات سكويما اه ممكن يعني ممكن البيزا تتحول لسكويما اه ممكن يقوم يسموها بيزو سكويما يسموها يا ولاد بيزو سكويما طب سؤال بقى ركز بقى فيه كويس لو البيزا سيركل سينوما اتحولت لسكويما سيركل سينوما بقت من ضمن اللوكال ماليجنا لا السكويما مش من ضمن اللوكال ماليجنا ده بقت ايه؟ ماليجنا انت بجد ولا ايه كلام؟ بجد يعني هتعمل ايه؟ سبريد يعني ممكن تعمل ميتاسيس يعني ممكن تكبر الليمف نود يعني في سببين لتضخم الليمف نود في حالات البيزا سيركل سينوما ايه هما؟ السبب الاولاني وهي بيزل وهي بيزل تكبرها بس تكبرها بسبب سكن انفكشن السبب الثاني تكبرها بعد ما تتحول لسكويما
استعبارها بسبب الميزانيه. ان لو البيت اللي اتحولت لسكويرنا سيركل سيروما بقى السرطان بجد يبعت للليمفي نود. خلاص ده قصه البيت والسيركل سيروما. ناخد سكويرنا سيركل سيروما. حضرتك ايه؟ امتحان ايه؟ دلوقتي؟ فعلا؟ اه خلاص نكمل مره ثانيه. يا اولاد احنا امتحاننا ان شاء الله يوم الاحد، انتوا عارفين طبعا. امتحاننا يوم الاحد اللي جاي على البارازيتك والبكتيريا الانفكشن والنيوكليك.